الركن السادس والأخير من أركان الإيمان. ولس أصايا سبي من الإيمان أصا إيمان بيرس بلاريس. الإيمان بالقضاء والقدر. Että ihminen uskoo tuon puoleen, ihminen uskoo قدرين اللي كهتلون حسن هبوتين يا بهوتين. الإيمان بالقضاء والقدر له أربع درجات أربع مراتب. كهتل الله سلم لي تصور. المرتبة الأولى. إنسي ما نتصور. العلم. تيتو. لابد أن نؤمن أن الله علم كل شيء. يمر إنسي ما نرد ميرن بكو أسكو الله سبحانه وتعالى تيتا كايكن. الثاني من مراتب القضاء والقدر. طوين أصا. أن الله سبحانه وتعالى كتب مقادير كل شيء، كل شيء مكتوب عند الله. إت الله سبحانه وتعالى هن كيلوتون قايكن، قايكن هن فيها سان أم كيلوتتوا. نعم، الثالث المشيئة. أنت الآن تقول مثلا بعد الدرس سأذهب مثلا إلى السوق، شاء الله أنك تذهب إلى السوق تذهب، شاء الله أنك لا تذهب، والله لا يمكن أن تذهب. Ja uskot siihen Mesiaan, että esimerkiksi sinä sanot, että minä menen kauppaan. Jos Allah on tarkoittanut, niin sinulle sinä menet. Jos Allah ei ole tarkoittanut sinä, et todellakaan mene sinne. الرابع الخلق. Ja neljäs taso on, että luominen. فأنت مخلوق وأعمالك كذلك مخلوق. Sinä olet luotu. Sinä olet luomus, joten sinun teotkin ovat myös luomusta. ماذا أصنع؟ متى من تين؟ أؤمن بهذه المراتب الأربعة. من أُسكن نهي النليان. وأعمل بعمل أهل الجنة ولا أعمل بعمل أهل النار. من تين تكو يا يتكب إيه بارتيس إيمز تكبت إنك تين تكو يا يتكب تكبت أهل بتين إيمز. أدعو الله سبحانه وتعالى بأن يجعلنا من أهل الجنة ولا يجعلنا من أهل النار. ما بين الله سبحانه وتعالى تهان تكيم من أست بارتيس إيمز تأيك أهل بتين إيمز. أجمع بين الإيمان والعمل. من كون إيمان يسنتيوت إهتان.